شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العلي العظيم. هنالك نحوان من الوجود. النحو الأول الوجود العيني، والنحو الثاني الوجود العلمي. الوجود العيني يتمثل في تحقق الشيء في متن الأعيان تحققاً لا تترتب عليه آثاره الخارجية المترقبة منه، بينما الوجود العلمي يتمثل في تحقق الشيء في صفحات الأذهان تحققاً لا تترتب عليه آثاره. مثلاً الماء، هذا العنصر المركب من المادتين المعروفتين له وجود عيني في متن الأعيان، هذا الماء الذي يجري في الجدول والذي يتموج في البحر، هذا وجود عيني للماء. وهنالك وجود علمي للماء، وهي تلك الصورة التي توجد الآن في أذهانكم. أنا عندما قلت كلمة الماء وجدت هنالك صورة معينة في أذهانكم، هذه الصورة تسمى بالوجود العلمي للماء. كل شيء له نحوان من الوجود، وجود عيني ووجود علمي. السؤال الذي يهمنا الآن يتناول آلية الحركة البشرية. هل المؤثر في حركتنا نحن البشر
الوجود العيني للأشياء أو الوجود العلمي للأشياء؟ من اللي يحركنا؟ من الذي يأتي بنا إلى المسجد؟ من الذي يدفعنا إلى أن نتخذ موقفا معينا أو نتكلم بكلمة معينة؟ الوجود العيني الخارجي أو الوجود الذهني؟ هنالك طريقة يمكن أن نجيب بها على هذا السؤال، وهذه الطريقة طريقة الدوران والترديد. إذا عدنا ظاهرة معينة ولا نعلم أن هذه الظاهرة مستندة في وجودها إلى هذا العامل أو إلى ذلك العامل، إحنا إذا استخدمنا هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد نستطيع أن نكتشف أن هذه الظاهرة مستندة إلى هذا العامل أو إلى ذلك العامل. نأتي إلى هذه الطريقة في المقام. نفرض عندنا وجود عيني لكن ما عندنا وجود علمي، هل الإنسان يتحرك؟ أكو وجود خارجي، ولكن هذا الوجود الخارجي لم ينعكس في ذهني، أتحرك؟ الجواب كلا. إذا واحد مريض والعياذ بالله، المرض إلى وجود خارجي، هذا المرض والعياذ بالله دا يفتك بخلاياه وبحشاياه وبأعضائه، لكن ما متوجه إلى ذلك، ما ملتفت إلى ذلك، ككثير من الأمراض التي تبدأ ولا يتوجه إليها الإنسان، وعندما يتوجه يكون الأمر قد فات، بعد ما يمكن العلاج. هذا المرض إلى وجود خارجي، إلى وجود عيني، ولكنه لم ينعكس في ذهن هذا المريض، لذلك قاعد في بيته مرتاح ولا يتحرك نحو علاج هذا المرض. إذن الوجود الخارجي لم يصبح في هذه الحالة محركا للإنسان، لأن ما متوجه إليه. نأتي إلى الصورة الثانية. أكو هنالك وجود علمي، يعني أكو صورة ذهنية، ولكن ماكو حقيقة خارجية لهذا التصور. أنت تتصور أن هذا ماء، هاجر عندما رأت ذلك السراب تصورت أنه ماء. هذا التصور كان إلى رصيد من الواقع؟ لا، ما كان مطابق للواقع، ولكن هذا التصور دفعها إلى السعي إلى ذلك الماء. فإذن في هذا المثال أكو وجود ذهني، أكو وجود علمي، ولكن ما إلى رصيد في الواقع، ولكن مع ذلك كان محركا. هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد تدلنا على أن المحرك للإنسان هو الوجود العلمي لا الوجود العيني. إحنا في كل موقف، في كل عمل، في كل تحرك مرهونون بتصوراتنا الذهنية. الذي جاء بكم إلى المسجد التصورات الذهنية الموجودة عندكم. إذا هذه الصورة الذهنية ما كانت عندكم ما كنتم تأتون إلى المسجد. الشخص الذي يذهب إلى السينما المحرمة لماذا يذهب؟ هذه التصورات الذهنية هي التي تدفعه إلى ذلك. على ضوء هذا المدخل
احنا نلاحظ في احاديثنا في رواياتنا في سيرة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم انهم كانوا يؤكدون تأكيد كبير على مجالس اهل البيت. اني والله احب تلك المجالس. لماذا؟ الامام الرضا صلوات الله عليه بنفسه يقيم المجلس ويضع الستار أو يأمر بوضع الستار في هذا الجانب الرجال وفي ذلك الجانب النساء، ودعبل يأتي وينشد أبياته في الإمام الحسين صلوات الله عليه. لماذا الإمام الرضا يقوم بهذا العمل والإمام يبكي والنساء يعلو صوتهن من وراء الستار؟ ليش الإمام يقوم بنفسه بهذا العمل؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لماذا يدعو أبو هارون المكفوف ويطلب منه أن ينشد أبياتا في جده الحسين صلوات الله عليه؟ لأنه هذه المجالس هي التي تخلق الذهنية المؤمنة. إحنا هذه الذهنية، إحنا القاعدين هنا، هاي الذهنية المؤمنة اللي عدنا بهذا القدر. هسه واحد إيمانه في درجة رفيعة وواحد إيمانه في درجة متوسطة مثلا، هذه الذهنية من الذي صنعها؟ هذه المجالس، هذه الهيئات، هذه المؤسسات هي التي صنعت هذه الذهنية. إذا ما كانت مؤسسات، ما كانت مجالس، ما كانت مواقع للوعظ والإرشاد، كيف كان يمكن أن تصنع هذه الذهنية؟ كم من الأفراد اهتدوا ببركة هذه المجالس، تغيرت حياتهم بكلمة من الخطيب أو الواعظ. امرأة في بلد، لا علي بذلك البلد، الفاضل النراقي رحمة الله تعالى عليه في معراج السعادة يذكر هذه القضية، يقول امرأة غير ملتزمة تمر مع مجموعة من إمائها في زقاق في بلد، تمر إلى بيت يعلو منه صوت البكاء والعويل، تتعجب أنه شنو أكو في هذا البيت، لماذا هذه الأصوات؟ فترسل واحدة من إمائها. الإماء كانوا في الزمن القديم يعادلون الخدامات الآن، تقول روح شوفي في هذا البيت شنو أكو. تأتي الأمة بعد ما تطلع تبقى في ذلك البيت، تستبطئ هذه المرأة أنه الأمة ليش ما طلعت، ترسل أمة ثانية، الأمة الثانية تروح وبعد ما تجي، فتبعث الأمة الثالثة وتوصيها أنه بسرعة طلعي. الأمة تروح وتأتي تقول يا سيدتي هذا المكان ليس مأتما للأموات، وأنه فاتح ماخذين على ميت، وإنما هو مأتم لذوي الصحائف السود هذا المكان. هذه المرأة تدخل تشوف الخطيب فوق المنبر، لاحظ كلمة طيبة، لاحظ أن الانطباعات الذهنية والوجودات الذهنية كيف تؤثر في الحركة الإنسانية. الخطيب قاعد فوق المنبر وهو يشرح هذه الآية في وصف جهنم، نعوذ بالله منها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. رأتهم كأنه جهنم، فد حيوان متوحش، حيوان شاعر، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الجنة تشعر وجهنم تشعر، راجعوا أقوال المفسرين في هذه الآية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. جهنم مو فقط موجود لا شعور له، موجود إلى شعور. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا
وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، إلى آخر الآيات، ويشرحها حقيقة. الآيات فيها ظلال كبيرة، الآن ماكو وقت أشرح الظلال. هواي تتأثر تحت تأثير هذه الآيات وموعظة الخطيب. الخطيب عندما ينزل تقول له: إني واحدة من ذوي الصحائف السود، فهل لي من توبة؟ أكو توبة إلي؟ لو بعد ماكو خط الرجعة، بعد ماكو. الشيخ يقول لها: يتوب الله عليك وإن كانت ذنوبك مثل ذنوب شعوانة. شعوانة امرأة في ذلك البلد معروفة بارتكاب جميع أنواع الفسق والفجور، كاتبين عنها أنه ما كان يخلو مجلس من مجالس الفسق والفجور عن هذه المرأة. الرجل يقول لهذه المرأة: إن تبتي تاب الله عليك حتى إذا ذنوبك مثل ذنوب شعوانة. فتقول له: يا شيخ، أنا شعوانة، هل لي من توبة؟ يقول لها: نعم، إذا تبتي وعملت بشرائط التوبة الله سبحانه وتعالى يتوب عليك. فتتوب على يد الشيخ. ويقول الشيخ النراقي رحمة الله عليه: تحولت من امرأة فاسقة إلى ولية من أولياء الله. كلمة واحدة في دقائق غيرت هذه المرأة. في هذه الأيام، أيام جمادى الأولى وجمادى الثانية، ينبغي لكل مقتدر أن يضع مجلسا في بيته. إذا واحد ما يقدر، أكو هنالك محاذير، يحاول أن يحضر في هذه المجالس ويصطحب الأب أولاده والأم بناتها، يصطحبوهم، لأنه هذا الطفل تتكون عقليته، تتكون روحيته بهذه الكلمات. الكلمة التي تنقش في ذهن الطفل تبقى في ذهنه إلى آخر حياته. هذا بعد أن هذه الكلمات تؤثر في أذهاننا نحن الكبار، وتؤثر في أذهان الصغار أيضا. البعد الثاني أشير إليه بإيجاز هو البعد الغيبي للقضية، هذا البعد الاجتماعي. الله سبحانه وتعالى له نوعين من المعادلات: معادلات طبيعية، وأكو عندنا معادلات غيبية أيضا. المعادلات الغيبية مؤثرة. من الذي أعطى هذا القرص؟ هذا القرص شنو هو؟ ذرات. من اللي جعل هذا القرص علاج للأنفلونزا؟ الله سبحانه وتعالى. وإلا شنو فرق هذه الذرات التي يحتوي عليها هذا القرص مع تلك الذرات؟ ذرات. الله سبحانه وتعالى جعل معادلات غيبية أيضا. المعادلات الغيبية: وابتغوا إليه الوسيلة. هؤلاء وسائلنا إلى الله، بهم نتوسل إلى الله، وبهم تحل مشاكلنا وعقدنا في الدنيا والآخرة. مو بهم، هم في مقامهم، بعبد من عبيدهم تحل المشاكل، بخادم من خدمتهم تحل المشاكل. أنقل هذه القضية بواسطة واحدة. رجل طالب يأتي من قوشان، لعل الذين ذهبوا إلى مشهد رأوا هذه المنطقة قرب مشهد. طالب يجي من قوشان إلى النجف قبل مدة للدراسة الدينية، يبقى في النجف مدة، فقير ما عنده شيء. طلاب العلوم الدينية أغلبهم يعيشون حياة الفقر. الفقير يعني من لا يملك مؤونة سنته، المؤونة التي تليق بحاله. طلاب العلوم الدينية الآن في قوم، في مشهد،
في بقية النقاط أغلبهم يعتبرون من فقراء المسلمين. السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه كان يقول أنا من فقراء المسلمين، هو السيد الحكيم، لأن ما كان عنده مؤونة السنة، المؤونة اللائقة بشأنه ما كان عنده، فيعيش حياة فقيرة، ولكن لله تحمل هذه الحياة. بعدين أخذ يبحث عن زوجه، يحتاج إلى زوجه. يوم من الأيام يأتي من النجف إلى كربلاء، بالطريق يشوف واحد يقول له هل تعرف امرأة صالحة أتزوجها؟ يقول نعم، أكو هنالك امرأة صالحة أعرفها. من هي هاي المرأة الصالحة؟ يقول أخت زوجتي، أنا متزوج امرأة أختها امرأة صالحة، إذا تحب تعال نخطبها. يقول أنا أجي، هذا الطالب القوشاني، ولكن اعلم أنه أنا فلس واحد ما عندي، فلس واحد ما عندي، هل يمكن إنجاز الزواج بهذا الوضع؟ يقول له نعم. يقول هسه تعال. يأتيان إلى أبو زوجة هذا الرجل، الرجل الواسطة، يقعد عنده نسيبة صهرة، يقول له أنه هذا الشخص يريد بنتك. يقول أنا ما عندي مانع، أنا أزوجه، ولكن المهر يجب أن يكون 22 روبية. إذا يجيب 22 روبية في ذاك الوقت ما يخالف، إذا يجيب أقل من ذلك أنا ما أقبل. هذا هو الشيخ، الروبية في ذلك الوقت جدا مبلغ عظيم كان في ذاك الوقت، قبل 40 عام 50 عام، منين يجي؟ فلس ما عنده، فكيف يأتي بالروبية؟ يطلعوا، يقول له أنه ليش جبت نعد هذا؟ تدري أنه أنا ما عندي فلوس، أنا قلت لك أنا فلس واحد ما عندي. يقول في الواقع المعروف أن كل واحد من أصحاب الحسين صلوات الله عليه يقصد لحاجة، كما أن الأئمة صلوات الله عليهم كل واحد منهم يقصد لحاجة، الإمام الجواد يقصد لماذا؟ يقصد لأداء الدين، إذا واحد فقير مديون ما عنده فلوس يقصد الإمام الجواد، إذا واحد عنده مسجون يقصد الإمام الكاظم صلوات الله عليه، فكل واحد يقصد لحاجة. حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه هذا يقصد للزواج، كل واحد ما عنده زوجة الله سبحانه وتعالى لم ييسر له، إذا لجأ إلى حبيب بن مظاهر، شايفين قبره، رايحين اللي ذهبوا زاروا قبره، يقصد للزواج. هذا الطالب يجي إلى قبر حبيب، بعد انتهاء الزيارة يقول له يا حبيب اسمع، قالوا لي أنه أنت تنفع للزواج، وأنا فلس ما عندي، وأنا أريد 22 روبية، إذا تطيني بسرعة طيني، وإذا ما تطيني خل أروح للنجف على دراستي، لا تخليني معلق، إما إي وإما لا. يقول هذه الكلمات ويخرج. أهل البيت، أتباع أهل البيت ما عندهم أحياء وأموات، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. يطلع، شوف، لاحظ هذا الارتباط، الارتباط الحقيقي والجواب. بمجرد ما يطلع من حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه يجي إلى السوق، وإذا واحد يناديه فلان يتوقف، يجي ذلك الرجل يقول له أنت فلان ابن فلان؟ يقول نعم. يقول هذه هدية مني إليك. من هذا الرجل؟ هذا ثري من أثرياء قوشان جاي للزيارة،
وجايب هذه الأموال وأعطاها لهذا الرجل. هذا يأخذ الكيس يفرح بسرعة يروح إلى مكان حتى يحسب كم أكو في هذا الكيس، يحسب يشوف في الكيس أكو 18 روبية، يقول يا حبيب أنا طلبت منك 22 روبية و18 روبية ما تفيدني، فأنت ما قضيت حاجتي. في هذه الأثناء يجي ذاك الرجل الآخر، صهر ذلك الرجل، يجي يقول لها شنو القضية، رحت إلى حبيب، يقول نعم رحت وفورا قضى حاجتي وهذه الأموال، لكن 18 روبية مو 22 روبية. يقول ما يخالف هسه نروح نحاول لعله يقبل. يجون إلى ذلك الرجل يقولون هذه 18 روبية مهر لبنتك تقبل؟ يفكر قليل يقول ما يخالف، أنا أضع على هذه 18 4 روبيات حتى يصير 22 روبية بقدر مهر أختها الأولى اللي زوجة هذا الواسطة، حتى لا يكون المهر أقل وتنزعج البنت الثانية مثلا ولو ما عد في الشرع هذه الأشياء. وأنا أكمل، وأنت متى ما تمكنت أعطني هذه الروبيات الأربع. يزوجه بنته ويعيشان حياة مليئة بالتقوى والنور ببركة توسل واحد بحبيب الذي هو شخص واحد من أصحاب الإمام الحسين صلوات الله عليه. إحنا في هذه الأيام المباركات جمادى الأولى وجمادى الثانية، يجب أن نحاول بكل قوة إقامة هذه المجالس والحضور في هذه المجالس، وأن نحضر أولادنا وبناتنا حتى الصغار اللي عمره سنة وسنتين في هذه المجالس، لأن حتى اللي عمره سنة وسنتين هذا يتأثر. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه أبوه وهو صبي في المهد كان يحضره في بحث المحقق الحلي، صبي في المهد عمره شهر أو شهرين أو 6 شهور كان يحضر للبحث، كان يقول هذا من صغره يسمع كلمات العلم، وفعلا هذه الكلمات أثرت فيه وبالتوفيق الإلهي أصبح مجتهدا قبل أن يبلغ الحلم، يعني قبل ما يصير بالغ أصبح مجتهدا ببركة هذه التربية وبالتوفيق الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأيام لنكون في خدمة أهل البيت. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.